طيب زي ما قلت لكم اللي احنا هيكون فيه هنسلط الضوء على زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا. حقيقه زياره بتحظى باهتمام كبير جدا من وسائل الاعلام سواء المصريه او العربيه او العالميه. السيد الرئيس عقد لقاء قمه في فرنسا مع الرئيس الفرنسي، كانت هناك العديد من الملفات على طاوله المباحثات ما بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون. يمكن من اهم هذه الملفات الملف الليبي، القضيه الفلسطينيه، وبالتاكيد التطورات الحاصله في منطقه الشرق الاوسط. هنشوف مزيد من التفاصيل حول زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اليومين الماضيين لفرنسا في التقرير التالي. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة السيد الرئيس لباريس، مثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخرا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيدا سيادته بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر ليزونفاليد الوطني بباريس مع السيدة فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة. وقد أكدت السيدة بارلي التطلع لترسيخ الجانب العسكري والأمني في علاقات التعاون بين البلدين، تلك العلاقات التي تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في منطقة المتوسط، خاصة في ضوء الدور الهام والحيوي الذي تقوم به مصر في تحقيق التوازن الإقليمي. السيد الرئيس أكد من جانبه حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا، وذلك في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ضوء التحديات المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل مواجهة تلك التحديات.
كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة أنيدالجو عمدة باريس، وذلك في مقر عمودية باريس.